السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم هي صلصة متميزة معروفة بصلصة بيستو. هذه الصلصة تقدروا تحضروا بها عدة وصفات، من بينهم المكرون، البيتزا والفخيت. غادي تشوفوا المكونات اللي غادي نستعملوها في هذه الوصفة، وهم المكونات الأصلية، يعني غادي تشوفوا الوصفة الأصلية تاع لاصوص بيستو، لكن دائما كاين هناك تغيير إلا ما توفروش عندكم المكونات. سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمكون الرئيسي الأول هو ليبينيون أو لينوا دو بان أو مكسرات الصنوبر. غادي نوضعهم في بلاطو وغادي نحمصوهم. سنحتاج نصف كوب ما يعادل 50 غرام. من تحمصوهم تتحصلوا على بنة مليحة في هذه الصلصة. وبالنسبة للمكون الثاني هو البازيليك أو الحبق أو أوراق الريحان، سنحتاج 2 كوب، ومن الأفضل استعملوا بازيليك الطازج. غادي تعمروا الكوب نتاعكم وتضغطوا عليه مليح حتى تعمروا هذاك الكوب، ومن بعد تأخذوا 2 كوب. هنا راني موجدة كاع المكونات، هذا الريحان أو البازيليك استعملت هذا الكوب 2 كوب ما يعادل بالتقريب 80 غرام. هذا الكوب الذي يزن 250 مليلتر نتاع ماء. سنحتاج ايضا بالتقريب 125 مليلتر زيت زيتون ما يعادل نصف كوب. هنايا الثوم استعملت انا 4 قطع، تقدروا تستعملوا 2 او 3 على حسب الذوق. وهنا جبن بارميزان استعملت 60 غرام، راه مبشور. هنا ربع ملعقه صغيره نتاع ملح وربع ملعقه صغيره تاع فلفل اسود، تقدروا تزيدوا على حسب الدوق. وهما لا ليبينيون بعد ما حمصتهم وخليتهم حتى بردوا مليح، والان غادي نطحنهم في الطاحونه، يعني لازم تكون عندهم الهيئه الملساء. كما غادي تلاحظوا راني طحنتهم في الطاحونه اللي تطحن القهوه، وايضا الثوم رابيته باش من بعد من نطحن جميع المكونات ينسجموا مليح. بالنسبه لطريقه التحضير فهي جد سهلة. نأخذ الآلة الخاصة لتطحن المكسرات وغادي نوضع فيها جميع المكونات اللي ذكرتهم. كما راكم تلاحظوا وضعت البازيليك، من بعد وضعت فوقهم الجبن. إلا ما كانش متوفر عندكم الجبن هذا تقدروا تعملوا الوصفة بدونه، لكن أنا كما قلت لكم أعطيتكم الوصفة الأصلية كيفاش تجي. هنايا من بعد وضعت الملح وفلفل أسود، زدت فوقهم زيت الزيتون، تقدروا تستعملوا زيت تاع كانولا او زيت نباتي اذا ما تحبوش رائحه زيت الزيتون. وهنايا المكسرات وضعتهم في الاخير، وغادي نطحنوهم جيدا حتى نتحصلوا على خليط مثل لا بيوري على هذا الشكل. وهنا الصلصه تاعنا راها جاهزه للاستعمال، تجي بنينه بزاف. بالنسبه لطريقه الاستحفاظ، توضعوها في علبه مغلقه محكمه وتقدروا تحتفظوا بها في المبرد لمده 15 يوم، وتقدروا ايضا الاحتفاظ بها في المجمد حتى لسنه وتقعد لكم صالحه. يعني من تكون جامده تجبدوها من المجمد تنزعوا كميه وتستعملوها في الوصفات نتاعكم. بالنسبه لملاحظه اليوم، تقدروا تزيدوا مع المكونات عصير نصف قارص، تقدروا ايضا تزيدوا مع المكسرات القرقاع محمص ويكون مطحون كميه قليله. ولكن ما كانش متوفر عندكم الجبن ولا هذوك لي بينيون، تقدروا ايضا الاستغناء عليهم، تتحصلوا ايضا على صلصه بنينه. يعني غادي توضعوا فقط البازيليك، توضعوا زيت زيتون، الثوم والملح والفلفل الاسود. بالنسبه للسؤال اللي غادي نطرحه عليكم، هادو لي بينيون ما شفتهمش في الجزائر يتباعوا، بالنسبه للاخوات الا شفتوهم في مكان يتباعوا ماذا بكم تفيدونا، وايضا الثمن نتاعهم. وايضا الحبق او البازيليك ما شفتهش يتباع طازج، انا شفت فقط في الجزائر شفتهم فقط على شكل مجفف. وبالنسبه للاخوات اللي ساكنين هنايا، لي بينيون هو لهنايا صبرتها لكم العلبه او الكيس اللي كان فيهم. هذا الكيس شريته من عند ماكسي كما راكم تلاحظوا 100 غرام. وصلنا الى نهايه الوصفه نتاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.